وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العلمين الجديدة مراسلنا إلى هناك محمود جميل. محمود، آخر فعاليات المهرجان وحجم الإقبال الجماهيري إلى الآن؟ تحياتي لكم من مدينة العلمين الجديدة. فيما يتعلق بآخر الفعاليات، ننتظر وصول البعثة البارالمبية التي ستشارك في الدورة البارالمبية في باريس 2024 بصحبة وزير الشباب والرياضة لالتقاط الصورة الرسمية لهذه الدورة التي ستنطلق في العاصمة الفرنسية باريس في 28 من أغسطس وحتى 8 من سبتمبر القادم. بما أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت الوجهة السياحية المهمة، فبالتالي تزامنا مع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة كانت البعثة البارالمبية قررت أن تكون الصورة الرسمية للفريق وللبعثة من هنا من مدينة العلمين الجديدة. التجهيزات تتم على قدم المستقبل البعثة من ذوي الهمم في رياضات مختلفة. نتحدث عن مشاركة 55 لاعب يمثلون 10 رياضات مختلفة سيتواجدون على أرض مدينة العلمين، بالإضافة أيضا إلى الإقبال من جانب الطلاب من مختلف الجامعات. لازالت الجامعات بالطبع ترسل عدد كبير من الشباب والطلاب لحرصهم على حضور فعاليات المهرجان أيضا في الأنشطة المختلفة، كما تابعنا في صباح هذا اليوم في المؤتمر الصحفي بين وزير التعليم العالي دكتور أيمن عاشور والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحرص الشركة على تواجد كل الطلاب من كل الجامعات للاستمتاع بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة. ربما الأسبوع الثالث به عدد كبير من الفعاليات. غدا ستنطلق الفعالية الكروية الأهم والتي ينتظرها عشاق الرياضة وكرة القدم بين أساطير وقدامى نجوم ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة بالطبع إلى أنه سيكون يوم الجمعة حفل الفنان الكبير تامر حسني على اليو أرينا، والتي يتم التجهيز والاستعداد لها على قدم وساق في هذا المسرح الذي يتسع لأكثر من 150 ألف زائر بعد التطوير الجديد في هذه المنطقة. بالإضافة بالطبع إلى أننا اليوم ستشهد هذه البعثة البارالمبية بحضور وزير الشباب والرياضة حفل فني في المدينة التراثية في مساء هذا اليوم لفرقة الأنفوشي، فنحن نتحدث عن فعاليات كبيرة ومتنوعة أيضا داخل مهرجان العلمين الجديدة، بالإضافة أيضا إلى حجم الإقبال على الفعاليات الثقافية التي تكون على المنطقة الشاطئية في مساء هذا اليوم من التنورة والفنون الشعبية التي تستمر من يوم الأحد وحتى الأربعاء في هذه المنطقة، والتي يعني نلاحظ إقبال كبير من الزائرين على هذه الفعاليات خاصة من الأطفال. تابعنا أيضا التجهيز إلى المسرح أو المنطقة التي ستستضيف عدد من المسرحيات القادمة التي ستنطلق في أغسطس القادم، والتي تأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. يتم التجهيز على قدم وساق لاستعداد هذا، بالإضافة أيضا إلى مهرجان نبتة الذي ستنطلق فعالياته في أغسطس القادم. رأينا بالأمس بعض التجهيزات الخاصة بهذا المهرجان الذي سيشهد عدد من الفعاليات الخاصة بالأطفال وأيضا المسابقات المختلفة واكتشاف المواهب، فبالتالي نرى عدد تنوع كبير جدا. ربما أيضا غدا ستنطلق خدمة النقل العام من وزارة النقل في الرحلات من القاهرة إلى مدينة العلمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات الجديدة في مهرجان العلمين الجديد. نعم، ونحن بدورنا سنتابع معك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. شكرا جزيلا لك من مدينة العلمين الجديدة.